فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من جهل كفر كافر لضعف فقهه هل عليه شيء بهذا الجهل؟ يسأل، إذا جهل يسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. وكيف يجهل كفر الكافر وشرك المشرك وهو يقرأ القرآن ويسمع القرآن وما فيه من إنكار الكفر وإنكار الشرك والتغليظ في ذلك؟ نعم.